استخدامه بشكل مفاجئ، إلا لأنهم في الحقيقة كانوا يخشونه كثيرا، وكان موجعا للطغاة الأقزام في المنطقة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. نحن نعرف وثقافتنا تتنامى يوما بعد يوم حول مخلفات الاستعمار في المنطقة، وخصوصا في شبه الجزيرة العربية، ونعرف تماما تاريخ هذه الأسر اللقيطة الذي اختارها الاستعمار بعناية، من بيوت مخصوصة انتشر فيها الرذيلة والفساد والانحراف والعداء للإسلام ولكل مبادئ الإسلام ولكل القيم. اختار هؤلاء من أسر لقيطة مجموعة من الطامعين في الملك، وأتى بهم إلى منطقة الخليج ليتسلطوا ويحكموا، وكان دورهم مباشرا حقيقة. استهدفوا في البداية الهوية الإسلامية، حاولوا أن ينزعوها تماما من أبناء المجتمع الإسلامي، واستهدفوا القيم والمبادئ التي كانت حتى موجودة عند القبائل في هذه المنطقة، وأتوا بدين وشريعة جديدة على غرار ما فعله بنو أمية في عصرهم عندما أتوا وحرفوا الدين وأضافوا إليه الكثير من الخزعبلات والافتراءات ليشوهوا الدين ويعكسوه في صورة غير صورته التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا ذكر الدكتور راشد كثير من مواقف الشيخ نمر باكر النمر حول كثير من المظلوميات في المنطقة، وأنا أيضا أضيف أننا سمعنا أنه يتحدث حتى ضد تدخل آل سعود واعتداءهم وتدخلهم في الحرب أيضا على أبناء اليمن الأبطال في العام 2009. في العام 2009 عندما تدخل آل سعود أيضا وضربوا مباشرة بعض الأراضي اليمنية وقتلوا من المدنيين، وطبعا اتجه المجاهدون اليمنيين إلى داخل العمق وسيطروا على أراضي كثيرة وعلى معسكرات وهزموا آل سعود. اليوم نحن أيضا في مواجهة مع هذا التسلط والطغيان لأيادي الاستكبار العالمي في المنطقة. نحن نواجههم في اليمن بالسلاح، نقاتلهم. تسمعون كل يوم أنهم يقتلون بالعشرات جنود من أتباع هؤلاء الأراذل، يقتلون كل يوم في معسكراتهم بالقنص أو بالأسلحة أو بالصواريخ أو بهجوم لأبناء الجيش واللجان الشعبية، ويهزمون هزائم منكرة حقيقة. وهناك هزيمة هزمهم الشيخ نمر باكر النمر من نوع آخر، طبعا الهزيمة التي فعلا هم أيضا سقطوا فيها سقوطا كبيرا جدا. عندما تلاحظ أن نظام آل سعود، هذا النظام الذي يمتلك الأسلحة، يمتلك الإمكانيات، يمتلك العدة والعتاد، يمتلك المرتزقة والمعسكرات، ويمتلك مقومات دولة، ولكن هو في الحقيقة عصابة، فيوجه هذه المقومات كلها لاستهداف شيخ جليل لم يتكلم إلا بالحقوق، لم يطالب إلا بالحقوق المدنية، حق العيش، حق الإنسان، حق الإنسان في الكرامة، وهذه وثيقة الكرامة التي أخرجها، يطالب
بالمساواة بالعدالة. كان عنده حتى مشروع للدولة، ونلاحظ أن هذه الأسرة ذهبت لتستهدفه بهذا الشكل، فسقطت سقوطا مهينا جدا، وأثبت أنه فعلا بكلمته هزم هذا النظام وهذا الصلف السعودي. طبعا نحن في هذه المناسبة نشد على أيادي الجميع، هذا الرجل في الحقيقة هو ليس ملك منطقة أو نطاق جغرافي، وليس ملك فئة، وليس ملك طائفة، وبما أتى به وبمواقفه وبسلوكه وبتاريخه هو حقيقة يستحق أن يخلد، لأن العدو يحاول أن يطمس تاريخ هذا الشهيد المجاهد العظيم. نحن يجب أن نتجه إلى أن نحييه، بدلا أن يكون هناك نمر واحد يكون هناك مئات النمور على مستوى العالم. عندما نحيي هذه المناسبات تأكدوا أن آل سعود ينهزمون 100 مرة في كل مناسبة تقام لهذا الشهيد، هم ينهزمون لأنهم توقعوا أن لا يقوم له ذكر، توقعوا من استهدافه أن لا يحيي ذكره الآخرون. ولكن عندما نحيي نحن ذكرى هذا الشهيد العظيم نحن بالتأكيد نهزمهم 1000 مرة، وهم يرون الهزيمة كل يوم وفي كل مناسبة. نحن الآن عندما نتفاعل في كل مكان ونرفع صور هذا الشهيد، ولعلكم رأيتم أيضا في اليمن كثير من المناسبات علقت صور هذا الشهيد حتى على جدران السفارة المشؤومة لهؤلاء لأسرة آل سعود، صور الشهيد نمر باكر النمر، قام أقيمت ندوات، هناك فعاليات تحيي ذكرى هذا الشهيد العظيم، لأننا ندرك أن هذا الشهيد هو في حد ذاته في ذكره باسمه هو هزيمة مدوية لهذا النظام التابع للاستكبار العالمي والمنفذ لأجنته في المنطقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الشهيد العظيم وأن يرفع درجته وأن يعلي ذكره وأن يجعلنا ممن نفي معه ونقوم بالواجب تجاهه، ويجعلنا ممن نؤلم العدو مثلما ألمه، يجعلنا ممن يؤلم آل سعود مثلما ألمهم الشيخ نمر باكر النمر، وأن يعجل بسقوط هؤلاء الطغاة الأقزام في الخليج حتى يستعيد الخليج شرعيته، وهذه الشرعية التي لا يمتلكها أي حاكم اليوم في الخليج. نحن نلاحظ مع أنهم لا يمتلكون أي شرعية يبحثون عن الشرعية في أي مكان آخر. في سوريا أتوا ليسقطوا نظام بشار الأسد بدعوى أنه غير شرعي، والآن 5 سنوات من الحرب في سوريا بأموالهم، دمرت سوريا، قتل المدنيون، قتل الأبرياء، ولم يسقطوا بشار الأسد لأنه فعلا شرعيته موجودة وهم لا شرعية لهم. في اليمن ذهبوا ليشنوا هذا العدوان باسم الشرعية وأتوا بشرعية أيضا مختلقة. في البحرين كذلك هنالك شعب خرج ضد النظام ليسقط نظام آل حمد، نظام حمد ونظام آل خليفة، ولكن يكف هذا النظام السعودي بكل ثقله ليدافع عن اللاشرعية. هذا النظام أيضا المرتزق الذي لا يمتلك شرعية والذي أتت به بريطانيا وهيأت له أن يحكم في هذه المنطقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يؤيدكم في هذه الأنشطة وأن يعلي مقام هذا الشهيد، وشكرا جزيلا لهذه المناسبة، والسلام عليكم.